حماس طلبت أن يكون ضمانات بوقف الحرب خلال فترة المفاوضات بعد المرحلة الأولى، ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية رفضت. تم الاتفاق على أن يكون هناك طبعا تعهدات شفهية من الوسطاء الثلاثة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، قطر. والأمر الثاني هو في نفس هذا البند، فترة يعني بين انتهاء المرحلة الأولى التي ستستمر 6 أسابيع والانتقال إلى المرحلة الثانية، هناك مفاوضات ستستمر خلال 6 أسابيع التي تقوم بها الهدنة. الطرح الأساسي أن تتم الموافقة على المرحلة الثانية بتفاصيلها خلال فترة 6 أسابيع. حماس تطالب أن تستمر بعد ذلك دون سقف زمني، والاحتلال يرفض، يقول مباشرة إذا لم نتفق في نهاية طبعا 6 أسابيع سنعود إلى الحرب مرة أخرى. وأتى هناك عرض من قبل الوسطاء بأن يكون هناك فترة طبعا متابعة ومراقبة بعد المرحلة الأولى مدتها من 2 إلى 3 أسابيع. أعتقد حسب معلوماتنا أن حماس قد توافق على ذلك، وهي فترة لاستمرار المفاوضات. الملف الثاني هو ملف نوعية الأسرى، يعني حماس كانت مصرة على نوع محدد من الأسرى يجب أن يطلق سراحهم في الدفعة الأولى. هناك طبعا حديث على أن بعض الأسماء قد يعترض عليها الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حماس وافقت من ناحية مبدئية أن تغير بعض الأسماء إذا أصر الاحتلال على عدم طبعا السماح بإطلاق سراحهم في هذه المرحلة بالتحديد. أظن أنه هذا الاتفاق أيضا يتضمن في مرحلة ربما الأولى أو الثانية انسحاب إسرائيل من الشريط الحدودي، ثم بعد ذلك انسحابها الكامل من غزة. الحديث الآن يدور حول بصراحة ليس انسحاب من عمق المدن وبقاء الاحتلال في محور نتسريم ومحور ما يطلق عليه في الدلفي ومحور صلاح الدين، وكذلك طبعا بقائهم في منطقة السودانية شمال الغرب لمدينة غزة ومن ضمنه معبر رفح. حماس كانت تصر على أن ينسحب الاحتلال، ولكن هناك حال وسط بأن تؤجل هذا الأمر للمرحلة الثانية، وأن يكون هناك مفاوضات خلال تلك الفترة حول طبعا ملف الانسحاب من التريم ومن طبعا من محور فيلادلفيا. الآن الحديث حتى، وهذا جزء من المرونة كما أشرنا التي تتحدث عنها حماس، أنها ستوافق في المرحلة الأولى أن لا يكون هناك انسحاب كلي من التريم، ولكن أن يكون حرية الحركة والعودة لمن نزحوا في الجنوب باتجاه الشمال. الاحتلال طبعا يريد أن يعتقل من يعتقل خلال هذه على طريق العودة، ولكن تم الاتفاق على أن لا يعتقل الاحتلال إلا من يحمل سلاح، وبالتأكيد لن يمر عبر هذا الممر من يحمل سلاح. هناك محاولات طبعا للوصول لحل وسط. الاجتماع يوم الأربعاء مهم طبعا، ستشارك به كل طبعا الأطراف في الدوحة، ومن ضمنها طبعا ستشارك مصر. الأهم في هذا الأمر طبعا بصراحة أن لا يفسد نتنياهو كل ذلك، خاصة نتنياهو ينتظر